الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المنهج الخامس من مناهج المفسرين منهج التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي منهجان وقع فيهما كلام، هل إن هذين المنهجين متنافيان متضادان بحيث أنه لا يمكن أن يكون إلا أحدهما هو الصحيح والآخر خطأ، أم أن هذين المنهجين أحدهما يكمل الآخر؟ ولذلك قبل البدء ببيان تعريف التفسير الموضوعي لابد لنا من معرفة منهج التفسير الترتيبي وما هي مبررات هذا المنهج. فالتفسير الترتيبي عرف، إذا أردنا أن نطرح سؤال نعبر عنه السؤال الأول، عرف التفسير الترتيبي أو المنهج الترتيبي. المنهج الترتيبي هو المنهج الذي الجواب هو المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطاره القرآن الكريم. موجود هذا الكلام بالملزمة بالمحاضرة. هو المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطاره القرآن الكريم آية فآية وفقا للتسلسل تدوين الآيات القرآنية في المصحف الشريف. ولهذا يسمى أيضا بالتفسير أو المنهج التجزئي. لماذا؟ لأن هذا المنهج أو هذا التفسير يتناول آيات القرآن الكريم آية فآية، فيبدأ من سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويفسر هذه الآية، ثم الرحمن الرحيم ويفسرها، حتى إذا انتهى من سورة الحمد بدأ بسورة البقرة، حتى إذا انتهى من سورة البقرة بدأ بسورة آل عمران، وهكذا إلى سورة الناس. هذا المنهج يعبر عنه التفسير الترتيبي. ترتيبي لأنه يفسر القرآن الكريم بشكل مرتب من بداية القرآن آية فآية إلى آخره. وتجزئي لأنه يتناول آيات القرآن الكريم آية فآية وكأنه يجزئها. التفسير الترتيبي أو التجزئي هو يتضمن أيضا باقي المناهج التي تقدمت. يعني المفسر لما يأتي إلى سورة الحمد ويفسر الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين تارة يعتمد في تفسيرها على المنهج القرآني، صح لا لا؟ فيكون هذا منهج قرآني، وتارة يعتمد في تفسيرها على المنهج الإشاري، وتارة يعتمد في تفسيرها على المنهج العلمي يفسرها تفسيرا علميا، وتارة يفسرها تفسيرا روائيا فيعتمد على التفسير الروائي، وهكذا. إذن المنهج الترتيبي التجزئي يتضمن أيضا باقي المناهج التي تقدمت. لذلك يقول: والمفسر في إطار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته، يعني يفسر آياته تدريجا بما يؤمن به. كيف يفسر آيات القرآن الكريم تفسيرا ترتيبيا؟ طبعا بما يؤمن به من أدوات ووسائل حسب المنهج الذي هو يريد أن يفسر به. تارة يفسره تفسيرا قرآنيا، تفسيرا إشاريا، تفسيرا علميا، تفسيرا روائيا، حسب ما هو يرتئيه.
بما يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسير من الظهور أو المأثور من الأحاديث أو بلحاظ الآيات الأخرى. التفسير بلحاظ الآيات الأخرى ماذا عبرنا عنه؟ التفسير القرآني التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوم، بالقدر الذي يلقي ضوءا على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرها، مع هذه القضية مهمة، مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار. وحدة السياق مهمة جدا في تفسير القرآن الكريم. في كثير من الأحيان عدم مراعاة وحدة السياق يؤدي إلى الخطأ في تفسير الآية القرآنية. كيف؟ خلي أقرب الفكرة بمثال قرآني، ونأخذ سورة الكوثر مثالا لبيان أهمية وحدة السياق. فلذلك مثلا قد تسأل: بين أهمية وحدة السياق في تفسير سورة الكوثر. قد يقال لك ذلك: بيان أهمية وحدة السياق، المثال على ذلك سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما يأتي المفسر ويريد أن يفسر معنى قوله تعالى الكوثر، فإنه حينما يراجع كتب اللغة ويراجع بعض الروايات، بعض الأقوال المأثورة، ينتهي إلى مجموعة من الأقوال، منها يفسر الكوثر التفسير الأول بأنه نهر في الجنة. فسر الكوثر بأنه نهر في الجنة، وفسر الكوثر بتفسير آخر بأنه ماذا؟ الخير الكثير. لنأخذ هذين التفسيرين فقط ولنلاحظ أي هذين التفسيرين ينسجم مع وحدة السياق. إذا أردنا أن نأخذ وحدة السياق بعين الاعتبار، نرى أي هذين التفسيرين، هل إن تفسير الكوثر هو الذي ينسجم مع وحدة السياق بأنه نهر في الجنة، أم إن تفسير الكوثر ينسجم مع الخير الكثير؟ إذا راجعنا القرآن الكريم بشكل إجمالي نجد أن القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بأنه سوف يعطيه شيئا، وهذا الشيء الذي سوف يعطيه للنبي يوجب رضا النبي صلى الله عليه وآله. فلو فسرنا الكوثر بالنهر في الجنة، بأنه نهر في الجنة، هل إن تفسير الكوثر بالنهر في الجنة ينسجم مع قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهذا الأمر الذي سوف يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه فترضى، إلى درجة من الأهمية بحيث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يعطيه للنبي يأمر النبي بأن يشكر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي له وينحر له؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك شكرا على هذه النعمة وعلى هذه العطية وانحر. إن شانئك الذي شنأك ووصفك بأنك أبتر هو الأبتر. فلو فسرنا الكوثر بأنه نهر في الجنة ونحن نقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالنهر في الجنة ليس أمرا
ذا أهمية وليس أمرا خاصا بحيث أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه للنبي صلى الله عليه وآله. يعني أنا الآن لو أردت أن أكرم بعض الطلاب، طالب متميز ها وملتفت إلى ما يقال ويعني يحافظ على واجباته، وأقول له سوف أعطيك مكانا تجلس عليه في الجامعة الإسلامية وفي قاعة الدرس، أكيد يعني هذا الطالب سوف يلتفت حينما يجلس على هذا المكان، يلتفت إلى باقي الطلاب فيجدهم جميعا يجلسون كما يجلس، فيسأل في نفسه ما هو الامتياز؟ يعني ما هو الشيء الذي ميزني على غيري؟ النهر في الجنة ليس أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله، بل إن جميع الناس. وهذا هل إن هذا الأمر له هذه الأهمية بحيث إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن صلي لربك وانحر، ثم إن شانئك هو الأبتر. ما هي علاقة هذه الآية بالنهر في الجنة؟ نحن سوف نعطيك نهر في الجنة لأن شانئك هو الأبتر، لأن الذي شنأك ووصفك بأنك أبتر هو أبتر. ما هو الربط بين هذه الآية وتلك الآية الأخرى؟ بينما لو أردنا أن نراعي وحدة السياق وأسباب النزول الوارد في الآية المباركة ونفهم أن العاص بن وائل كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله، فلما رجع إلى قومه سألوه مع من كنت تتكلم، فقال كنت أتكلم مع هذا الأبتر، ويعني بالأبتر النبي صلى الله عليه وآله، ويقصد بأنه لا نسل له، أبتر يعني منقطع الأصل، ليس عنده ذرية، لأن أولاد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يموتون، إبراهيم والقاسم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وآله، فيقول هذا أبتر ليست لديه ذرية، سوف يموت وينقطع أثره. القرآن الكريم يقول إن هذا الذي شنأك وهو العاص بن وائل هو الأبتر، هو منقطع الأصل، أنت لست أبترا، نحن أعطيناك كوثرا، أعطيناك كوثرا يعني أعطيناك خيرا كثيرا، أعطيناك ذرية مستمرة تبقى على مدى الأزمان والعصور، ذرية تملأ الخافقين، ذرية كاملة غير منقطعة. فأنت ذكرك يا رسول الله عن طريق بضعتك الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء مستمر، أنت لست أبترا، إن من شنأك ووصفك بأنك أبتر هو الأبتر، أنت عندك الكوثر. تلاحظ أن هذا التفسير ينسجم مع قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. لاحظوا، إذن مراعاة وحدة السياق ضرورية جدا للمفسر، سواء أراد أن يفسر تفسيرا ترتيبيا أم تفسيرا موضوعيا كما سيأتي. إذن يقول مع أخذ النظر، مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات. طبعا النقطة الثانية اللي بعد هذا ندخل في تفسير يعني بيان التفسير الموضوعي، بعد أن بينا التفسير الترتيبي التجزئي وقلنا بأنه تفسير القرآني آية بعد آية وفقا للتسلسل الموجود في المصحف الشريف، الآن نفسر أو نبين معنى التفسير الموضوعي. يقول التفسير الموضوعي، ممكن أن تطرح سؤالا وتطلق عليه السؤال الثالث، عرف التفسير الموضوعي. عرف التفسير الموضوعي بأنه هو ذلك التفسير الذي يجمع المفسر الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع واحد على مستوى القرآن كله. لاحظوا، في التفسير الموضوعي يبدأ المفسر من خارج القرآن الكريم فيأخذ موضوعا من المواضيع، موضوعان عقائديان، النبوة مثلا في القرآن، الإمامة في القرآن،
حق المرأة في القرآن، الجانب الاقتصادي مثلا في القرآن الكريم، يبحث ثم ينظر إلى المواد والنتاج العلمي لما توصل إليه، ما توصلت إليه العلوم الحديثة في هذا المجال. لما يريد أن يبحث المنهج أو المبنى أو النظرية الاقتصادية في الإسلام ويستخرج هذه النظرية من القرآن، أول ما يبدأ كما بدأ السيد الشهيد الصدر في كتابه في اقتصادنا، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا لما أراد أن يستخرج النظرية القرآنية الاقتصادية، نظر القرآن أو الإسلام بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي، أول ما بدأ باستعراض آخر المدارس التي تنظر إلى الجانب الاقتصادي، فاستعرض مثلا النظرية أو المبنى مثلا الرأسمالية، وبين خصائصها وأسبابها ومشاكلها، ثم بعد ذلك بين مثلا النظرية الاشتراكية، النظام الاشتراكي، وبين خصائصه ومميزاته والمشاكل التي تنتج منه، ثم بعد ذلك بين ماذا؟ رأي النظام الإسلامي، الاقتصاد في القرآن الكريم في الإسلام كيف ينبغي أن يكون، وهل إن الاقتصاد في الإسلام يستطيع أن يؤمن للإنسان السعادة ويجنب الإنسان المشاكل التي تعرض إليها في النظام الرأسمالي، وهل إن الإسلام يستطيع أن يتجاوز العقبات التي واجهت النظام الاشتراكي. لاحظ إذن، فالمفسر يستعرض آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة والنظريات الحديثة، ثم بعد ذلك يبدأ يستنطق القرآن الكريم لكي يستخرج النظرية القرآنية بشكل متكامل. إذن فالتفسير الموضوعي، المفسر لا ينظر إلى آيات القرآن آية بعد آية كما في التفسير الترتيبي، بل ينظر إلى آيات القرآن الكريم على أنها مجموعة واحدة ضمن موضوع واحد، يعني يختار موضوع واحد، موضوع معين مشخص، ثم يبدأ يبحث عن هذا الموضوع في ضمن آيات القرآن الكريم من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس، لا يراعي الترتيب. ولهذا يسمى أيضا التفسير التوحيدي، يسمى تفسيرا موضوعيا ويسمى أيضا تفسيرا توحيديا. موضوعيا لأنه يدور حول موضوع واحد، وتوحيديا أيضا لأنه يختار موضوع محدد مشخص ويبدأ بالبحث واستنطاق القرآن الكريم عن هذا الموضوع. يعتبر السيد الشهيد الصدر محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هو الرائد ومن له قصب السبق في تنقيح المباحث حول أسلوب التفسير الموضوعي الذي يطلق عليه أيضا اسم التفسير التوحيدي، حيث نجده يقول في مقام تعريفه له بما نصه هذا الاتجاه، يعني التفسير الموضوعي، لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة، موضوعات الحياة سواء كانت عقائدية أو اجتماعية أو مثلا كونية، فيبين ويبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، عقيدة النبوة في القرآن الكريم مثلا، أو عن المذهب الاقتصادي مثلا في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن، عن السماوات والأرض في القرآن، يختار موضوع معين وهكذا. ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات، ماذا يستهدف؟ سؤال،
ماذا يستهدف التفسير الموضوعي؟ ما هي الأهداف التي يستهدفها التفسير الموضوعي؟ يقول يستهدف الجواب تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، بيان نظر القرآن الكريم في هذه المسألة، تحديد موقف نظري للقرآن الكريم. وبالتالي القرآن الكريم هو يمثل ماذا؟ الرسالة الإسلامية. وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون. ونبين على تعريف الشيخ السبحاني بالنسبة للتفسير الموضوعي، هذا للاطلاع يعني غير مطلوب منكم، ولكن لمزيد فائدة. وإلى تعريف التفسير الموضوعي أشار الشيخ جعفر السبحاني بقوله: وهو تفسير القرآن الكريم حسب الموضوعات الواردة فيه، بمعنى جمع الآيات الواردة في سور مختلفة، خطأ مطبعي هنا، في سور مختلفة حول موضوع واحد، ثم تفسيرها جميعا والخروج بنتيجة واحدة. وقد أطلق على هذا اللون من التفسير بالتفسير الموضوعي. هذا الفقرة الثانية، تعريف التفسير الموضوعي، أكو إعادة يعني زيادة، هو مذكور في الصفحة رقم 1. مبررات التفسير الترتيبي والتفسير الموضوعي. مبررات التفسير الترتيبي، ما هي المبررات؟ ما هي المبررات للمنهج الترتيبي، للتفسير الترتيبي؟ الآن نريد أن نستعرض مبررات التفسير الترتيبي وننظر هل إن هذه المبررات توجب تنافيا وتضادا مع المنهج الموضوعي أم لا. المبرر الأول أن المنهج الترتيبي يحافظ على التوقيفية في ترتيب الآيات التي في المصحف. أن المنهج الترتيبي يحافظ على التوقيفية في ترتيب الآيات التي في المصحف. هذا هو المبرر الأول. وهذا المبرر في الحقيقة يستبطن إشكالين على المنهج الموضوعي. هذا المبرر الأول يستبطن إشكالين. أولا نبين معنى التوقيفية في المصحف الشريف. المصحف الشريف الذي بين أيدينا، الذي يبدأ بسورة الحمد وينتهي بسورة الناس، نحن نعتقد أن هذا المصحف جمع بهذا الشكل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبأمر النبي صلى الله عليه وآله، وإن هذا الترتيب هو كان بأمر النبي، فيكون ماذا؟ توقيفيا، بمعنى لا يجوز لأحد أن يجتهد ويغير من هذا الترتيب، يغير مثلا آيات سورة البقرة بعض منها ينقلها إلى سورة المائدة مثلا، لا يجوز له ذلك لأنها توقيفية. كما أن صلاة الصبح ركعتين ما يجوز لأحد يصليها 3 ركعات، كذلك القرآن بهذا الشكل الذي بين أيدينا وبهذا الترتيب توقيفي، لا يجوز لأحد أن يجتهد فيه أو يغير فيه. زين، أصحاب المنهج الترتيبي أشكلوا على المنهج الموضوعي بإشكالين. قالوا المنهج الموضوعي أولا يخالف التوقيفية لآيات القرآن في المصحف الشريف. ليش يخالف التوقيفية؟ يعني مثلا المفسر في التفسير الموضوعي لما يجي إلى آية قرآنية ويفسرها، لما يجي إلى يختار موضوع أولا ثم يأتي ينتخب آيات من المصحف من دون مراعاة الترتيب، الآيات التي تخص هذا الموضوع، وما راح يراعي الترتيب. عدم مراعاة الترتيب ماذا؟ هذا يخالف التوقيفية.
يخالف التوقيفية للمصحف الشريف، فهذا إشكالهم الأول. قالوا التفسير الموضوعي يخالف التوقيفية. ثانيا الإشكال الثاني، التفسير الموضوعي ماذا؟ لا يحافظ على وحدة السياق، لا يراعي وحدة السياق، لأنه أنت من تأخذ مثلا آية معينة وتختار معها آية من مكان آخر، هذه الآية إن أعطيناك الكوثر، إذا أردت أن تأخذ آية إن أعطيناك الكوثر هذه الآية بذاتها من دون النظر إلى باقي الآيات ما راح تطلع بالنتيجة. يعني وحدة السياق مهمة في معرفة معنى الآية. وبالتالي فالمنهج الموضوعي حسب رأيهم يقولون لا يراعي وحدة السياق، يختار آية معينة أو مقطع من الآية زين من دون أن ينظر إلى يراعي الآيات الأخرى التي جاءت معها متقدمة أو متأخرة، وهذه الآيات الأخرى تمثل قرينة على تفسير القرآن الكريم. لذلك يقول السيد الشهيد أو هنا يقول المبرر الأول التوقيفية في ترتيب الآيات التي في المصحف، هذا المبرر الأول، فإنه على القول بأن القرآن جمع في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كما نعتقد نحن، فإن التوقيفية تكون ثابتة، لا مجال لأن يجتهد أحدا فيها أو أحد فيها. هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية أن اقتطاع آية من مكان وربطها بآية أخرى في مكان آخر من غير أن تكون لها سياق محدد، هو هذا العمل الذي يقوم به تفسير الموضوعي بين قوسين، فإن هذا العمل يعتبر ماذا؟ أولا إخلال بالتوقيفية، إخلال بالتوقيفية أولا، صفحة رقم 3 إخلال بالتوقيفية، آخر صفحة إخلال بالتوقيفية، ها إخلال بالتوقيفية، وثانيا طعن في وحدة السياق، صح ولا لا؟ وتقطيع القرآن، وكلاهما وهو غير صحيح. وعليه فإن التفسير الذي يضمن لنا مراعاة التوقيفية ووحدة السياق ما هو؟ التفسير الترتيبي ليس إلا. وعليه فإن التفسير الترتيبي هو الذي يقوم بدوره بالمحافظة على وحدة السياق، وهذا إذا كان يقوم بهذا الدور إذن فهو صحيح ومبرر شرعا. نعم. أما رقم صفحة رقم 4 المقطع الأول قلنا بأنه يحذف لأنه خطأ بالطباعة، ومن الواضح هنا نطرح سؤال، أنه كيف تجيب على إشكال مخالفة التفسير الموضوعي، مخالفة التفسير الموضوعي للتوقيفية. هم أشكلوا علينا بأن التفسير الموضوعي يخالف التوقيفية، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ وللإجابة على هذا الكلام، يعني على أن التفسير الموضوعي يخالف التوقيفية، نقول إنما ذكر لا يصلح لأن يكون مبررا ودليلا على صحة التفسير الترتيبي في مقابل التفسير الموضوعي. يعني نحن لا نريد أن نقول هنا أن التفسير الترتيبي غير صحيح، نقول أن الدليل الذي ذكر لا يعني أن التفسير الترتيبي هو صحيح دون التفسير الموضوعي. ليش؟ بأن نقول أن الأخيرة يعني التفسير الموضوعي مما يتوجه إليه الإشكال في صحته، مما لا يتوجه إليه الإشكال، وذلك لأننا نقول لأننا لا نقول، نحن لا نقول بأن المفسر الموضوعي يقوم باقتطاع الآية
من دون ملاحظة قرينة السياق التي أخذت منه. من قال ذلك؟ من قال أن المفسر في المنهج الموضوعي يأخذ الآية القرآنية من دون مراعاة السياق؟ من قال ذلك؟ بل إن المفسر في باب التفسير الموضوعي يأخذ الآية مع تمام القرائن الداخلية والخارجية التي تؤثر في معناها، والتي منها ومن أهمها ماذا؟ وحدة السياق. فإن جمع الآيات تحت موضوع معين ليس هو جمع لآيات القرآن مع ملاحظة الاشتراك اللفظي فقط من دون مراعاة ماذا؟ الاشتراك المعنوي. هل إن آية بيناتهم اشتراك معنوي؟ بيناتهم وحدة موضوعية؟ مو فقط إنهم مشتركات بالألفاظ، بل هو الجمع بلحاظ المعنى الكامل للآية المقتطعة. وعندها إذا كان التفسير الموضوعي بهذا المعنى فإن التفسير الموضوعي تتم فيه المحافظة على السياق وعلى توقيفية الترتيب المذكور، بمعنى أن التفسير الموضوعي يتقدم درجة إلى الأمام على التفسير الترتيبي. يعني المفسر الذي يفسر الآيات تفسيرا موضوعيا لابد له من ملاحظة أسباب النزول، ملاحظة وحدة السياق، ملاحظة الآيات الواردة، ملاحظة الروايات الواردة، يعني مراعاة جميع المناهج السابقة، ومثلا قواعد اللغة، قواعد البلاغة، قواعد الأخرى في تفسير القرآن الكريم. ومن ثم بعد أن يفهم الآية وفق المعطيات والأدوات التي عنده، بعدين يجي يطرح موضوعا عاما، موضوعا خارجيا، ثم يستنطق القرآن الكريم وفق المعنى الذي فهمه، وفق المعنى الذي توصل إليه. ليس يعني بعبارة أخرى، هناك تقدم وهناك مرحلة لاحقة بالنسبة للتفسير الموضوعي. المفسر في المنهج الترتيبي يتوقف عند هذه النقطة، يفسر الآيات وفق ما لديه من أدوات، وفق ما لديه من حسب المنهج الذي يرتئيه، منهج إشاري، منهج روائي، منهج قرآني، ويتوقف. بعد ما له شغل، مو مسؤول عن إعطاء نظرية مثلا في الاقتصاد، ومو مسؤول عن إعطاء نظرية مثلا في التربية. لكن في التفسير الموضوعي، في المنهج الموضوعي، لا، يجي بعد هذا يطرح موضوع ويحاول أن يستخرج نظرية متكاملة قرآنية من آيات القرآن الكريم وفقا لما لديها من وحدة موضوعية. طبعا هذا الكلام لعله الجواب على إشكالية المخالفة التوقيفية، لعله فيه نوع من الإطالة، لذلك أنا اختصرته بسطر ونصف. هكذا قلت الإجابة على إشكالية المخالفة التوقيفية، هكذا الإجابة المختصرة. طبعا هذا الكلام لا غنى عنه، الكلام لا غنى عنه لمعرفة يعني شلون الجواب بشكل أوضح، ولكن هذا جواب مقتضب. بعبارة أخرى وبعبارة أخرى، إن التفسير الموضوعي يراعي القرائن الداخلية والخارجية ومنها وحدة السياق، بحيث يكون الجمع للآيات بما لها من ارتباط في المعنى.
هذا بالمقطع الأول ما شفت كتبت، أن التفسير الموضوعي يراعي القرائن الداخلية والخارجية، ومنها وحدة السياق، بحيث يكون الجمع للآيات بما لها من ارتباط في المعنى. المبرر الثاني للتفسير من المبررات التي ذكرها أصحاب المنهج الترتيبي، قالوا إن المنهج الترتيبي هو الذي يحافظ على الهدف الذي من أجله نزل القرآن. الهدف الذي من أجله نزل القرآن أن كل آية من الآيات المباركة، كل مقطع من هذه المقاطع له ماذا؟ له دلالة وله أهمية وله معنى في هداية الإنسان. يمكن أن يقال أن التفسير الترتيبي هو الذي يتم فيه المحافظة على الهدف الذي نزل من أجله القرآن. ونحن ننقل في المقام عبارة السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه للأسف هنا خطأ في الطباعة، مو خطأ في الطباعة، خطأ في يعني الكلمات، كأنه صار مترابطة مع بعضها، لذلك يحذف هذا المقطع. وبعد التأمل نرى أن هذه الميزة، هذا مجرد كلام للسيد محمد باقر الحكيم ما يأثر على صحة المطلب، وبعد التأمل نرى أن هذه الميزة، يعني أن التفسير الترتيبي يحافظ على الهدف الذي من أجله نزل القرآن، أن هذه الميزة صحيحة ولا غبار عليها، إذ أن القرآن الكريم في كل مقطوعة من آياته هو رسالة تبليغية كاملة تهدف إلى إرشاد الخلق وإيصالهم إلى الكمال المنشود. وعندها يتضح لنا مدى تطابق أسلوب التفسير الترتيبي مع الهدف الذي يسعى القرآن إلى تحقيقه. وهذا المبرر أيضا، هذا المبرر أيضا سوف يجعل لنا نوعا، يخلق لنا نوعا من التنافر والتنافي بين أسلوب التفسير الترتيبي وأسلوب التفسير الموضوعي. وهذا المبرر أيضا يجعل حالة من التنافر بين التفسيرين، وذلك لأنه حسب الكلام المتقدم يكون التفسير الموضوعي ماذا؟ لا يحقق هذا الهدف، لا يحقق الهدف الذي من أجله نزل القرآن الكريم. و